اهلا وسهلا متتبعي متتبعات قناه كونفور اليغونس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديالنا ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. بدون مقدمات غنبدا معكم اليوم بزاز ما شاء الله والاناقه واللبسات. هاد المره غنضيفوا لمسات اللبسات ديالنا، نحاول نعطيكم هكا افكار جديده. شوفوا لي البنات، شوفوا لي هاد الغوب، هادي دلا ماي ستاندار البنات، كتجي وافيه ما شاء الله، تلبس لي طاي من الاس حتى للدوبل 3 XL. هنا كتنسق، درناها مع هاد لي جاكيت هادو. شوفوا لي البنات، هادو اللي كيجيو هكا بالكوير والفوغور، موديل انيق بزاف. ودرناها مع هاد لي بوت هادو اللي في لا كوليكسيون جديده. شوفوا لي الديزاين البنات، شوفوا لي لي ديتاي ديال الموديل، وكيجي هنا بلا بوند الاستيك. جات اللبسه ديالنا روعه روعه البنات، تنساق ولا اروع. نعطيكم اللوينات اللي متوفرين هكا، الا بغيتو تبدلو ولا لعشقتو لون اخر اكيد راه متوفر. بحال دابا الجاكيت ديالنا راه متوفره جوج اللوينات، عندنا النوار وعندنا المارو. بالنسبه للنوار راه كتجيب الفوغور بالنوار، شو ممكن تلبسوها مسدوده ممكن تلبسوها محلوله. وبالنسبه للطاي راه فيها من الام حتى الاكس ال، والثمن كتبقى 250 درهم البنات. بالنسبه للكسيوه ديالنا حتى هي راه متوفره في الالوان ما شاء الله. شوفوا ليا كاين البلو، كاين كذلك لا كولور بيج، شوفوا ليا البنات، وكاين لا كولور نوار، كاين لا كولور غريز كذلك. شتو البنات ما شاء الله الالوان كثيره. شوفوا ليا هنا كاين هاد لو بيج، هاد الكري معذرني، على جوج درجات، كاين الكري كلير والكري فونسي، وبثمن جد مناسب 150 درهم فقط. هادي البنات هاد الغوب راه كتجي شويه قصيره، شتو راه عندنا موديل اخر كتجي شويه طويله عليها، حتى هي اكيد غادي نوريوها لكم. وندوزو مع تنسيق اخر، ما قبل ما ندوز غادي نوريكم بالنسبه للي بوت، هذا اللي شتو ديجا من البوس راه متوفر في جوج تلوينات، عندنا فيه لا كولور نوار وعندنا فيه المارو اللي شتو ديجا من البوس. بالنسبه للثمن ديالو 320 درهم، المقاسات راه فيه من 36 ل 41. مستمرين معكم البنات وغندوزو لتنسيق مختلف دائما مع الكسيوات والجديد في الكسيوات. شوفوا لي ثاني هاد الديزاين واعره البنات، هذه كسيوه خطيره. شوفوا لي الديزاين كيفاش كيجي، شوفوا لي الثوب، الخدمه ما شاء الله متقونه، كاليتي زوينه. درناه كتنسيق مع هاد الساك هذا لي فلا كوليكسيون جديده، متوفر في الالوان، كاين عندنا فيه هاد الزيتي. موديل ما شاء الله رائع البنات، كيجي بالبوندولير طويله وكيجي بالقبطه ديال ليديده، وما شاء الله كيجي كبابر راه ما تهزو فيه، موديل رائع بزاف. ومن غير هاد لا كولور راه متوفر فيه كذلك لا كولور نوار. وفي الرجل درنا هاد لي بوط هادو، وري لنا الجنب ديالو، شوفوا لي الديزاين واعر، لا فورم كاري البنات لي دابا لا طوندونس، هذا راه عندنا فيه هاد لا كولور، ومتوفر فيه كذلك لا كولور نوار، كيجي هكا كاري من القدام، الطالون كيجي كاري، موديل روعه بزاف البنات، وبثمن زوين 320 درهم فقط. بالنسبه للكسيوه ديالنا البنات راه متوفره في الالوان، من غير هاد لو باج لي شفتو من البوز، عندنا كذلك لا كولور بلو، لا كولور فيغ، لا كولور غريز، ولا كولور نوار. وبالنسبه للثمن ايه 170 درهم، 170 درهم فقط. هادي راه ستوندار البنات، وشوفوا ليا كيفاش كتجي في ليديده، وريني ليديده ديالها، شتو البنات، شوفوا ليا كيفاش كتجي في ليديده، كتجي زوينه مخدومه، الكول كيجي طالع، يعني الناس اللي كيفضلوا بحال هاد لي ديزاين ديال الكسيوات ها هما راه متوفرين عندنا في المكازا. مستمرين معكم البنات ومع اللبسه الطوب. شوفوا ليا ثاني هاد اللبسه، هنا درنا هاد الغوب، هادي هذا هو السيده البنات اللي قلت لكم كيجي طويل، شتو نفس الديزاين ديال الكسيوه ديال القبيله، هادي كتجي شويه طويله، وتا هي فيها ثمن زوين 150 درهم. هادو الكسيوات طلامايا البنات، لا كاليتي طوب، موديل طاليان، موديل رائع. شوفوا لي الثوب ما شاء الله كيجي هكا سيل دي لافي، كيجي هكا ميلونج ديال اللوينات باش كتعطي واحد الغماج زوين ما شاء الله. هنا كتنسق، درنا هاد الساك هذا في البوردو، ودرنا السبابات في البوردو. وبالنسبه للكسيوه ديالنا راه فيها اللوينات، من غير هاد الغوز عندنا كذلك لا كولور نوار، لا كولور بلو، كاين هاد البيج فونسي، وكاين لا كولور كريز، وبنفس الثمن كيف قلت لكم غير 150 درهم.
بالنسبه للسبابات اللي شفتو ملبوس مع الكسيوه ديالنا، هذا راه في لا كوليكسيون جديده البنات، كيجي دومي طالون، طالون جد مريح، عندنا فيه الباج، عندنا فيه النوار، عندنا التيكر، وعندنا البوردو. تمرين البنات ومع الجديد في الكسيوات، وشوفوا لي ثاني هاد لو ستيل، شوفوا شوفوا لي ما شاء الله واعره. هادي الناس اللي كيلبسوا لي غون طاي، الموديل راه فيه حتى 52، هذا فيه من 42 حتى 52. شوفوا لي الديزاين كيفاش كيجي في الكول، واعره البنات. وشوفوا لي لي جيده، شوفوا لي لي ديتاي، كتجيب لي بوش بهاد لو ستيل هذا. شو هنا كتنسق درنا مع هاد الصباط اللي في لا كوليكسيون جديده. عليكم السلام ورحمه الله. في لا كولور نوار كتجي سوميله بالبلو. الكسيوه ديالنا راه فيها اللوينات ما شاء الله، واللوينات غزالين. شوفوا لي الفيغ، شوفوا لي النوار، شوفوا لي الغوز، وشوفوا لي هاد الطوب، روعه البنات روعه. وشوفوا لي من اللور كتجيب واحد الصديفه، شوف السده. وبالنسبه للثمن 170 درهم. شوفوا لي البنات بالنسبه للصباط متوفر عندنا فيه اللوينات ما شاء الله، هذا ديزاين رائع، يلاه دخل في لا كوليكسيون جديده. هذا فيه البلو بالنوار، لا سوميل كتجي في لا كولور بلونش، كاين نوار، كاين البلو بالبيج، وكاين الكري بالنوار. وبالنسبه للثمن غير 150 درهم. مستمرين معكم مع الاناقه ما شاء الله. وشوفوا لي ثاني هذه العباءه، هذه روعه البنات، كتجي هكا 3 بياس، موديل واعر وفيه اللوينات كيحمقوا. شوفوا لي لا ديتاي ديال الديزاين كيفاش كيجي من التحت، خطيره البنات خطير. هذه راه كتجي بالدخلاني سون مونش، الفوقاني كيجي ستيل كاب بهاد الطويره هكا من التحت، وكتجي بالحزام. وبالنسبه للوينات عندنا هاد لا كولور ديجا اللي ملبوسه، عندنا هاد اللون هذا اللي كيجي داخل فيه واحد الغماج هكا بالبيج، شوف هما راه بحال بحال، كيجي اختلاف غير في واحد اللون كيجي داخل. وعندنا كذلك هاد الميلونج هذا اللي كيجي داخل فيه بواحد الفيشيا، وكاين هذا اللي كيجي داخل فيه بالفير. هذه هي التلوينه ديال الموديل ديالنا، وبالنسبه للثمن 200 درهم. وندوز معكم البنات ومع ديزاين مختلف. شوفوا لي ثاني هذه الكسيوه ما شاء الله كيفاش كتجي في البيزا، رائعه البنات. هذه راه فيها لي طاي من 42، من 42 حتى 52. هذا التوب الكطيفه كتجي هكا بلي غايور بالبلي باش كتعطينا ما شاء الله العرض، موديل انيق وبثمن زوين 170 درهم. وعندنا فيه اللوينات من غير هذا الماغو، عندنا كذلك لا كولور نوار، لا كولور فيغ، فيها البلو وفيها البيج كلير وفيها هاد الطوب. مرحبا بكم البنات، اللي عجبها شي كولون، اللي عجبها شي كولون، اللي عجبها شي لون، دير له كابشور ديكرون تواصل معنا. مرحبا. شوفوا لي البنات وغنختم معكم بهاد البيصه الاكثر من رائعه، ومع هاد البيل هذا اللي ما شاء الله من لي موديل اللي لقينا عليهم اقبال ما يمكنش. موديل خطير كيجي هكا بلي غايور، كيتلبس ستيل بيل غوب دلا ماي، كيجي هكا بلي غايور، متوفر في دو تاي ام ال و اكس ال دوبل اكس ال. هذا البنات ما تفلتوش هذا الموديل حيت فريمون انيق. شوفوا لي اليوم كتنسيق، درنا لكم مع هاد الجيلي هذا السكاي للبنات، هذا تا هو راه ما بقاش، هذه اخر قطعه، تا هو موديل انيق. هذه راه لا طاي 46، هذا الثمن ديالو 320 درهم على قول الله اكبر. وبالنسبه للبيل طلاماي ديالنا الثمن ديالو 170 درهم. البنات شوف الرجيله درنا هاد لي بوت، هذا واعر يعني من لي موديل اللي ما شاء الله كيبيعوهم السيدات، الثمن ديالو 380 درهم، متوفر من 36 ل 41. شوفوا لي البنات بالنسبه لهاد لي ستيل ديال لي بوت، راه ما عندناش غير الموديل اللي شفتو ملبوس، كاين كذلك هاد لو ستيل هذا اللي كيجي بلا بلا بوند في هاد البارتي هكا، بالنسبه للناس اللي كيحتاجوا دي بوت بحال هكا. شو هاد البارتي هنايا كتكون عندهم عامره من الفوق، كيحتاجوا دي بوند الاستيك في هاد الدوره من اللور. هذا كيجي بلاستيك البنات، كيجي بالسنسله وبهاد البارتي بلاستيك. هذا البنات راه فيه نوار وفيه ماغون طاب. بالنسبه للثمن ديالو 350 درهم، متوفر كذلك هاد لو ستيل هذا كومبونسي، كيجي بلا بوند الاستيك، هذا تا هو فيه نوار وفيه ماغون، هذا الثمن ديالو البنات 380 درهم. متوفر عندنا كذلك هاد لو ستيل اللي شفتو ديجا ملبوس، هذا كيجي طالون دومي طالون بهاد البارتي هنا بلا بوند الاستيك. شو هذا سوا رائع البنات وفيه ثمن زوين. وكاين البنات كذلك هاد لو ستيل هذا، هذا سوا موديل واعر، هذا سوا موديل زوين، كيجي هاد هكا بوفون شو بالسنسله. وشوفوا لي لا سوميل، كيجي ستيل سبور انيق بزاف.
هادو دي ديزاين زوينين. يلا دخلوا في لا كوليكسيون جديده. ليش باش شي موديل؟ مرحبا و 100000 مرحبا. تلبيسه البنات خليناها وزدنا عليها هاد المونطو، هذا مونطو كاب توب الكاشمير، كاليتي انيقه بزاف وبثمن زوين 200 درهم. هذا حتى هو موديل فيه من لي بوتي طاي حتى الكون طاي. بحال دابا هذا اللي لابسه ايا راه فيه دوبل اكس ال وفيه اللوينات وفيه ثمن زوين غير 200 درهم. عندنا فيه هاد الطوب، عندنا فيه هاد الفار كانار، عندنا فيه هاد الكري، وعندنا فيه النوار. الوان ما شاء الله رائعه، شي حاجه طوندونس وثمن زوين. وحتى هنا اكيد غنقول لكم بالسلامه عليكم. كنتمنى لا فيديو ديالي ديال اليوم يكون لاق ليكم وعجبكم. ما تبخلوش علينا بلي لايك زوينين ولي كومونتير اللي كيشجعوا، سواء كانوا ايجابيين او سلبيين راه كنقراهم وكناخذ بالنصائح ديالكم. واللي بغات شي حاجه مرحبا، غنخلي لكم رقم الهاتف فين تواصلوا معنا. وبالنسبه لنعت المحل البنات غنعاود نذكركم ما فيها بات، حنا كنتواجدوا في جوهره سيدي مومن الدار البيضاء الكبرى، ها نتوما الشارع جوهره الغنيه عن التعريف اللي فيه السناكات، راه هو هذا اللي الفوق. ملي كتكونوا جايين من لوطوغوت هذه الدخله الثالثه، هنا في الراس كتلقاو الامانه للقروض الصغرى، وهنا في الراس كتلقاو مقهى ممتاز، والمحل ها هو راه لاصق على محل اصالتي كونفور اليغونس. يلا والبنات خليت لكم الراحه ومرحبا بكم.